الناس الجايين من الجزيرة حبوبات مدفوعة مثلا كم جمهوريات وما كانوا يحسوا بالحاجة دي وراحوا جمهوريات. وبتذكر يعني حبوبتي ومؤمنة كنا نقول لها يا أخي الكتب بتاعت محمود يقول لك ما تقول الكتب دي طابع الميري كلام محمود أمشي أسمعه منه. يعني ده الخط بتاع التغيير والتفكير والتحليل الديني بدأ في محمود محمد طه كان حيقول ده الاتجاه الديني السياسي بالسودان بشكل مختلف جدا. يعني حصل لمحمود محمد طه وحصل لنصر حامد أبو زيد أنا خليه ما كان منفصل. محمود محمد طه كانت مؤامرة تمت من كل الخط التغليف الديني الموجود في السودان كلهم بأنصار سنتهم كلهم كانوا يعني ماشيين في خط إنه بالكاريزما بتاعت محمود بيندهم الفكر الجمهوري وقفت الفكر الجمهوري لزمن طويل جدا جدا. فكان لازم محمود يموت وكان لازم يموت في الوقت ده. يعني ما كانت بتوفر فرص أفضل من الفترة بتاعت الفترة الأخيرة لجحفة محمد النميري والدولة الدينية في الوقت ده. يعني ناس الترابي على أنصار السنة على الأخوان المسلمين على كل المجموعات الدينية تحسي تمشي يمين وتمشي شمال الناس كلها كانت خدت إنتها في مطالبة بالمحاسبة في يوم ما لأنه هو عملية رجعة على المستوى يعني خلى حس اللي السودان يكون بشكله الديني ده الخلط الكسلة دي كسلة محمود ده لأنه ولا كان حيكون مختلف تماما. يعني دي انت لو تفكر من الزمن ده لو تفكر بطريقته دي اللي انا ما الكلام ده ما كانوا قاعدين في الدايرة ما كانوا قاعدين في المنصة عم تخيل لي محمود كإضافة ما قدم اللي بده يقدمه في فترة دي. لكن المشكلة انه ما حصل ما بعد ذلك منو قاعد ينتهي الدنيا حسي في السودان منو احنا ما طلعنا احنا يعني بقين اسوأ مما لحظة من الفترة الحكومة موجود فيها. يعني خلي الناس لو قدرت يعني فعلا الناس تحتفل بالحرية لنا وبنسوانا أن نمشي في موضوع ديننا نفكك الكهنوتة ثم نجي تفضل. حقيقة في البداية أشكر الأخ الغايمين على الندوة وتحية حقيقة للجمهوريين وتحية يعني عظيمة جدا للأستاذ الشهيد. أنا بأمن وبأكد كلام الأخت لمياء لو رجعنا إنه المحاكمة بتاعت الأستاذ في بورسودان سنة 68 يعني برضه هي نفس المسألة يعني محاربة لفكره محاربة وبرضه كانت في ظل كانت الأيام دي في الهجمة بتاعت إنه قيام الدستور الإسلامي وعدمه يعني الناس القانونيين ممكن يكونوا فاهمين الحتة دي في الوقت ده. فأساسا النازل أساسا ناويين على المسألة ناويين على إن فكرة الجمهورية ده يتكسر. يعني ما يعني أنا بحترم كلام العزومة الأخوان لكن برضو المسألة فيها حاجة ثانية غير المسألة بتاعت. وشكرا جزيلا.